مأساة دهس تريلا ل4 أطفال في المرج، والشهود عيان بيقولوا كانوا رايحين المدرسة. سادت حالة من الحزن في منطقة بركة الحاج بمدينة المرج بعد دهس سيارة نقل تريلا لدراجة بخارية كان بيستقلها 4 أطفال أصدقاء وفرمتهم أسفل عجلتها. قال شاهد عيان على الواقعة في بث مباشر أن الأطفال كانوا رايحين المدرسة، وأثناء ذلك تصادف مرور سيارة نقل تريلا وأسفر عن دهسهم تحت عجلتها. وأضاف على الفور اتصلنا بسيارة الإسعاف اللي حضرت على الفور وقمنا بنقلهم للمستشفى تلقي العلاج، ولكن 3 منهم للأسف لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغ بدهسة سيارة تريلا ل3 أطفال وشخص رابع أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام شارع النقطة في منطقة بركة الحاج بنطاق قسم المرج. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن وفاة كل من صالح محيي سليم الجندي وأحمد رجب محمد بخيت ويوسف عادل عبد الدايم عاشور، بينما أصيب شخص رابع من عائلة الجندي وجمعهم مقيمين في نفس دايرة القسم. تم نقل المصاب في سيارة إسعاف لمستشفى السلام لإسعافه، وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث وتمكنت من تحديد السيارة والقبض على المتهم، وتبين إن هو ما بيحملش تراخيص سر للسيارة ومواجهته أقر بما هو منسوب إليه. وقامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، بينما تم التحفظ على السيارة تحت صرف النيابة العامة.